معي مباشرة من جنوب قطاع غزة مراسل الحدث محمد عوض. أهلا ومرحبا بك محمد. نبدأ إذن بآخر الأخبار الميدانية، خاصة مع توالي الأخبار المتعلقة باستهداف جنوب قطاع غزة وتحديدا شرق رفح. نعم، المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها لكل الشريط الحدودي من شمال قطاع غزة حتى المناطق الجنوبية، تحديدا مدينة رفح والمنطقة الواقعة إلى الشرق من معبر رفح ومحيط مطار ياسر عرفات، والذي يقع إلى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا القصف تزامن مع استهداف من قبل الطائرات الاستطلاعية لعدد من المواطنين، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا وأيضا الإصابات، نقلوا إلى المستشفى الأوروبي في جنوب قطاع غزة، فيما تواصل الدبابات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدينة خان يونس على وجه الخصوص، هذه المناطق التي لا زالت تندلع فيها الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. اللافت بأن الفصائل الفلسطينية أيضا أطلقت دفعة من الصواريخ اتجاه المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وهي الرشقة أو الدفعة الأولى منذ ساعات صباح هذا اليوم، وعلى الأرض تشتد وتحتدم الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، تحديدا في محاور التقدم الثلاثة الأبرز في خان يونس وأيضا مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكذلك في مدينة غزة تحديدا في محيط حي الدرج ومنطقة حي أو شارع اليرموك. هذه المناطق تشهد اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، هناك إعلانات متفرقة أو إعلانات سابقة للفصائل الفلسطينية تؤكد بأنها استهدفت وأيضا قصفت البلدات والمستوطنات القريبة من حدود قطاع غزة. هذا التطور الدراماتيكي يأتي في ظل استهداف إسرائيل لعدد من المنازل السكنية تحديدا في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وهذه المناطق لا زالت في منأى عن التوغل البري، فيما تواصل العملية البرية في مناطق وسط وشمال وشرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. ما دمت يعني تعرج محمد على شرق خان يونس، بحسب ما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في خي أدرعي، قال إنه هناك اشتباكات لربما ضارية أو تقدم إسرائيلي لربما في خربة خزاعة التي تعد مركزا أو كانت منطلقا لانطلاق العمليات في 7 أكتوبر تحديدا على مستوطنة نير عوز. بداية، هي بلدة خزاعة تقع في الشرق من مدينة خان يونس، وهي المنطقة أو البلدة الأخيرة التي تفصل الحدود بين قطاع غزة والجانب الإسرائيلي، لكن هذه البلدات الريفية والزراعية وبداخلها عدد من السكان كانوا قد نزحوا من المناطق الشرقية ومن هذه البلدة على وجه الخصوص إلى مناطق غرب مدينة خان يونس ومناطق أخرى، وبالتالي هي بلدة خالية تماما من السكان، لذلك يسهل على الجيش الإسرائيلي الوصول إلى تلك المناطق، خاصة وأنها تعتبر من المناطق الرخوة والمناطق الزراعية والتي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عمليات توغل حتى في الأيام الهادئة وأيام الهدوء من قبل الحرب، يقوم بأعمال تمشيط في هذه البلدة، لكن اليوم عزز بجنوده ودباباته وألياته في تلك المنطقة ظنا من أن مقاتلي حماس لا زالوا في تلك المناطق، على الرغم من أنه أعلن أن مقاتلي حماس انطلقوا من هذه البلدة، وهي بلدة خالية تماما كما تحدثنا من السكان، لذلك هناك شح في المعلومات خاصة على صعيد الطاقم الطبي الذي يواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى تلك المناطق بحكم أن إسرائيل بسطت يدها على الأرض في تلك المناطق، وأيضا تعتبر منطقة قتال ومنطقة معارك تدور بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وهذا ما أكدته المنشورات التي أسقطها الجيش الإسرائيلي عبر الطائرات في تلك المناطق، وطالب سكان تلك المناطق بضرورة إخلائها والتوجه إلى منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس، وهذا ما حدث بالفعل. جميع العائلات أخلت منازلها وحزموا أمتعتهم وتركوا كل شيء وانتقلوا إلى المناطق الغربية منذ 7 أكتوبر، وبالتالي هذه المناطق هي خالية. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في تلك المنطقة وسط قصف مدفعي من قبل الدبابات الإسرائيلية التي تتمركز بالقرب من بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس جنوب قطاع غزة. شكرا جزيلا إذن من جنوب قطاع غزة مراسل الحدث من هناك محمد عوض، شكرا ويعطيك العافية.